ابن عمي لك الجاهز. يلا يلا تفضلوا على الميسوق. يلا اهلا وسهلا. شو صهر ليش معذب حالك؟ لا 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 تكون معتبرنا غربه ولا نحن ضيوف. لك انتوا احلى ضيوف بالعالم كله شري. هلا يا صهر اهلا وسهلا اهلا وسهلا. تفضل ابو دياب. هاتي يا ماما. يلا يلا. شو هاد اختي؟ شو هالخير كله؟ الله يجعله عامر. الله يجعله عامر يا رب. اهلا وسهلا يا ميت اهلا وسهلا. ايه صهر ما قلت لي شو بموضوع الورثه؟ والله يا ابو قاعود انا مو من حقي احكي بهالموضوع بنوب. لا صهري من حقك، مرتك لها حق بالبيت وبالبوايك اللي بالميدان، ونحنا بنصفي الورثه وكل واحد ياخذ حقه. ايه شو عليه حق؟ حق عفاف رح تاخده مصاري، والبيت مثل ما بتعرف كلياتنا ساكنينه، والبوايك نحنا الاربعه عم نشتغل فيه. ابو قاعود اجل لي هالموضوع لبعدين قول. رح اكل صهري رح اكل. صهري ليكون ما لك خاطر نعطي عفاف مصاري بدل حصتها. لا يا ابو دياب لا يا عيب الشوم، هي ما حبيتها منك بنوب. اخي عشان تطمنوا انا راح احكي بالنيابه عن عفاف. عفاف ما بدنا منكم شيء بنوب، نحن اللي عنا مكفينا ورب العالمين سبحانه وتعالى طامرنا بخير وطمر. بس يا ابو دياب انا عم بحكي امرك اخي، بس قلت لحالي يعني بركض عن صهري ابو ادهم عنده راي تاني او رايد يشاركنا بالبيت وبالبوايك. الله يسامحك يا ابو دياب، هي ما حبيتها منك بنوب. تفضلوا اكيد.